мачко жабата, той ще свири драги кости само за вас. На китарата, мачко жабата, той ще свири драги кости само за вас. يا فرحة أبو حنان، أنا أعرف كل التفاصيل لحظة القبض على بلوسي وكيف استفزت روسيا أوروبا. أولا نبدأ بالسلام عليكم وتحياتي لكم. نشرت الشرطة الأمريكية مقطعا مصورا من لحظات القبض على زوج نانسي بلوسي. نانسي بلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي تم القبض عليه وهو مخمور أثناء قيادته، وقبضت عليه الشرطة الأمريكية بتهمة القيادة وهو مخمور. والكلام ده يعني كان مخمور، لكن حكمت عليه المحكمة بالسجن وتم تنفيذ الحكم من يعني من دقائق تم القبض عليه. زي ما انتم شايفين الجندي رايح يعني ينفذ الحكم، قبض على يعني حكم لمدة 5 أيام ودفع غرامة 6800 ومراقبة لمدة 3 سنوات. الراجل ده راجل كبير يعني راجل عظيم في أمريكا. بلوسي، قلت القبض على بلوسي، هو اسمه بول بلوسي زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي. الراجل ده بيتاجر في الأسهم، يعني بيشتري أسهم الشركات، وهناك تحوم يعني أيضا يعني هذا الحكم حكم مخفف جدا، تحوم شبهة فساد إني بتوصل له المعلومات. الحكومة الأمريكية تدعم شركة كذا أو شركة كذا، يروح هو يشتري الأسهم وهناك يعني تحوم حولها شبهة فساد وكده. وعشان بتضيع التهمة بدأت تغلوش على الموضوع بموضوع زيارتها إلى تايوان، وفعلا غلوشت على الموضوع جامد. بدل ما كانت الصحافة عمالة تتكلم عن شبهة الفساد اللي هي بتبلغ جوزها إن الحكومة الأمريكية تدعم شركات معينة، هو يروح يشتري الأسهم، وده يعني دي يعني تعتبر بتنشر أسرار الدولة لصالحها وبتكسب لصالحها فلوس كثيرة جدا. وهذا الحكم طبعا الشرطة قبضت عليه وهو مخمور قبل كده وسايق السيارة في يعني وعمل تصادم مع سيارات أخرى. أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 5 أيام وغرامة وتعويضات على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي بعد أن أقر بأنه مذنب بسبب القيادة وهو مخمور في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا. بول بلوسي يبلغ من العمر 82 سنة. المهم يعني بعد ما قبضت عليه، انتوا عارفين ترامب هو ونانسي بلوسي ما يشربوش في حوض زي ما بيقولوا. وهوريكم فيديو في البرلمان الامريكي اثناء خطاب ترامب بيسلمها الخطاب، فراحت تسلم عليه زي ما انتوا شايفين، قال لها لا سلام، ما فيش سلام معاكي. وطبعا راحت بعد ما قال الكلمة دي مسكت الخطاب مزعته وقطعته زي ما انتم شايفين قدامكم. وبعديها عملت الحركة اللي هي دي يعني او الحركة دي كده بتعمل له كده كده، ده اكيد النساء والحاجات دي. ها الصورة قدامكم اهي وهي بتعمل كده. فهو زي ما فرحت فيه اليوم ده كان يوم ان هو خسر فيه الاجماع بتاع الحزب بتاعه في مجلس النواب وكانت بتغيظه، والنهارده فرحان ترامب ومزغطط وقال لهم اهو بدات تهم الفساد تحوم حول نانسي بلوسي وان بيسوق هو مخمور وان يعني معترف بذنبه وكده. وطبعا ترامب يعني سعيد جدا بهذا الحكم، وهو اعلن قال لك يعني ان الست دي هتضيع امريكا لو استمرت في سياستها وكده ايام ما كانت هي بتزور تايوان. طيب ايضا روسيا تعلن عن فيديو يستفز أوروبا. روسيا يعني أعلنت عن فيديو، نشوف الفيديو وبعدين نشرحه. شوف الفيديو. This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Cheap gas. Rich history. World famous literature. Unique architecture. Fertile soil, cheap electricity and water, ballet, cheap taxi and delivery, traditional values, Christianity, no cancel culture, hospitality, vodka, economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming. الناس اللي ما بتحبش تقرا الترجمه، انا اقول الترجمه بالصوت. الفيديو بيقول هذه روسيا اطعمه
لذيذة، نساء جميلة، غاز رخيص، أرض خصبة، كهرباء وماء رخيصة، مسيحية لا تهمش ثقافة الآخرين، شعب مضياف، فوديكا، اقتصاد يتحمل العقوبات. حان وقت الهجرة إلى روسيا، وينهي الفيديو ويقول الشتاء قادم. عايز يقول لهم إن في أوروبا مفيش غاز، مفيش كهرباء، مفيش يعني. حتى بدأت ألمانيا دلوقتي تشغل الفحم، شغل يعني توليد الكهرباء بالفحم بعد أن ألغت هذه الصناعة، رجعت تاني للفحم. وأيضا البعض بدأ يخزن الحطب، والبعض بدأ يخزن يعني حاجات صعبة جدا، روث الحيوانات والحاجات دي، علشان تدفئة في الشتاء. في الشتاء وأوروبا قلنا يعني إن الشتاء صديق روسيا، وهو اللي هيحسم الحرب اليوم. يعني شفنا زيلينسكي خايف وبيقول ممكن نشوفه تاني، بيقول روسيا تعد ردا قويا على مقتل داريا دوغين، حيث ستقصف المدن الكبرى. ويعني من الممكن أن يقرر بوتين إعلان حرب وطنية بسبب مهاجمة الأراضي الروسية. احتمال بوتين يعني يستولي على أوكرانيا. واليوم شفت فيديو من دقائق معدودة للمستشار الألماني بيقول إن في خلال أسبوع أو أسبوعين روسيا ستجتاح أوكرانيا بالكامل. وأعتقد كده إن أوروبا يعني تتمنى اللحظة دي، وتتمنى إنها تخلص من موضوع أوكرانيا وروسيا والعقوبات والغاز والحاجات دي، علشان يعني روسيا وأوكرانيا شعب واحد. وأوروبا عايزة تخلص من القصة دي، بس مش عارفة، لأن القرار ليس في يد أوروبا بل في يد أمريكا. بالأمس نشرنا لحظة إسقاط الطائرة الأمريكية، هنقول تفاصيل جديدة عن إسقاط هذه الطائرة. عندما قلت تم إسقاط طائرة مسيرة، نشوف تاني الفيديو. الشركة الأمنية الروسية بي إم سي المعروفة باسم وينيجر أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو رابر فوق الأراضي الليبية باستخدام نظام بنتس إم بي 4. الطائرة دي يعني ليست طائرة مسيرة عادية، الطائرة اللي تم استهدافها هي أمريكية من نوع سويتش بليد، والتي أسقطت اليوم في منطقة المقزحة جنوب مطار بنينيا. تعتبر من أجود أنواع الطائرات بدون طيار، ويصل سعرها إلى حوالي 70 مليون دولار، ومربوطة بالأقمار الصناعية. الطائرة أمريكية الصنع، تم الحصول عليه، يعني يقولون أن تم إسقاطه بواسطة القوات الروسية الموجودة في ليبيا، وتحديدا شركة وينيجر. الشركة الأمنية الروسية بي إم سي المعروفة باسم وينيجر هي التي أسقطت الطائرة في ليبيا. هي الطائرة دي تمنها 70 مليون، مش طائرة رخيصة، وطائرة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. معنى أن الطائرة تم إسقاطها، يبقى أن ممكن كل الطائرات من هذا النوع يتم إسقاطها. دي حاجة مش سهلة يا جماعة. روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام الأسلحة الكيماوية لأول مرة. روسيا وجدت جنود لها مصابين يعني حللت الإصابات بتاعتهم، لقيتهم مصابين بأسلحة كيماوية محرمة. هل اتهام روسيا دي عايزة ترد رد قاسي على أوكرانيا؟ هل اتهام المخابرات الروسية بأنها قتلت داريا دوغين أنها سوف ترد رد قاسي؟ كل المؤشرات تقول أن روسيا تجهز لعمل ما، وقد يكون يعني رد مؤلم على أوكرانيا، ونتمنى ما يكونش مؤلم على العالم. بالأمس طلبت روسيا من استونيا تسليم المتهمة اسمها ناتاليا شعبان. واحد بيقول انت جبت منين شعبان؟ هي اسمها ناتاليا فوفك، وبنتها اسمها شعبان، مسمينها هناك شعبان لكن هي شعبان. واصلا الاسم الثالث ناتاليا فوفك شعبان او شعبان، ده اسمها الكامل. فالناس اللي بتقول جبتها منين الاسم ده، احنا بنذيع كل الحصريات. تابعونا في قناة يعني فريش نيوز. هقول لكم خبر سريع بسرعة، أوكرانيا تفقد أهم حلفائها، هنقوله في الفيديو القادم. من أهم حلفائها نعرفه في الفيديو القادم، تابعونا لأن عندنا كل جديد. تحياتي لكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، محدثكم ظريف الأديب.